أنت تدرك لكل ثورة ولكل حركة ولكل احتجاج هنالك رمز، يبقى هذا الرمز في ذاكرة الأجيال الحالية وينقله إلى المستقبل. أنت كنت قد دعوت أنه نواب امتداد أن تدخلوا سيرا من المعلق إلى الخضراء. ماذا لو اقترحت عليك أنه تشرين كان رمزها العظيم التكتك، هؤلاء البسطاء الفقراء الذين قتلوا ونقلوا الشهداء وما زالت دماء تشرين تعانق في التكتك، أن تدخلوها بسلام من خلال التكتك وأن يخلد هذا الرمز أمام الجكسارات والمونيكات والمظللات أنكم جئتم إلى البرلمان برمز ثورة تشرين الذي ما زال عليه دماءهم. شنو رأيك بهذا المقترح؟ نعم أحسنت، وهو حتى مقترح العبور مشيا أيضا كان مقترح شبابنا بالأساس، ومقترح التكتك أيضا كثير من شبابنا تواصلوا وقالوا تدخلون مو سيارة تدخلون بالتكتك وتدخلون، وشبابنا الآن احنا ما عندنا ملك لأنفسنا. اليوم احنا نحترم آراء كل شبابنا، بدنا نتواصل معاهم كلهم عبر جروبات وتواصل مباشر بالمجتمع. اليوم شبابنا يقولون لا والله مو سيارة، يريدكم تدخلون إلى مجلس النواب التكتك، لأن هذا إلى قاعة هذا رمز الثورة أستاذ علاء، هذا رمز تشرين. نعم نعم نعم، هذا اللي ناحت على الأمهات، ادخلوها بالتكتك. نعم. وكسروا خشومهم. نعم ادخلوها بالتكتك. نعم واحنا نفتخر، ودوسوا على راس كل واحنا نفتخر أن نكون، نعم واحنا نفتخر أن نكون صوت لهؤلاء الشباب. شاركنا وتأثر بهذا المقترح، وحتى كان من بين طلبات شبابنا ونفتخر ونلبيها على عيننا وعلى راسنا، حياك ان يكون الله. الدخول الى قاعه مجلس النواب للجلسه الاولى حاملين صور شهداء. ابو جعفر شاركنا بهذا المقترح، ماني والله حتى جلدي والله. نعم. مقترح جيد، انا لو مشترك بالانتخابات وفايز كان شاركتهم الدخول بالتكتك. يعني الفكره من عنده ليست فقط رمزيه تشرين بالحقيقه، لكنه رمزية أنه عكس التمثيل الحقيقي للواقع، أنه مع كل الأسف العراق بموازناته الانفجارية كان يفترض يكون من أكثر الشعوب مرفهة، لا أن تكون التكتك هي الوسيلة التي يلجأ إليها بعض الشباب لإيجاد ما يسد فيه رمق الحياة. فلذلك هي مو فقط فيه رمزية تشرين، إنما هو يشكل صرخة غضب على إدارة سيئة للأموال حولت بلد غني مع كل الأسف إلى بلد فقير اقتصاديا ومديونيات بسبب سوء الإدارة المالية. فبكل تأكيد أحييك على هذا المقترح، وصدقني لو كنت من الذين خاضوا انتخابات وفاز كنت أول والله أبو جعفر مثل هذه الدعوة، لأنني حضرت تشرين من أولها حتى نهايتها. أستاذ علاء يدري والله ما وجدت رموزا مثل هؤلاء الأبطال. لم تنتهي والله لم تنتهي. ما تلقي بجيبه لم تنتهي. ما تلقي بجيبه 500 جذوة جمرة تشرين لن تنتهي. والله مناظر أنا أحفظها أستاذ علاء، ينزل يقول لك اعطيني سيجارة لأن ما عنده فلوس يشتري سجاير. هذا الرمز.